الأخوات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانين على بركة الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم الأخوات ديالي غنوريكم جوج وصفات زوينين ورائعين كيلقوا للصحة على بركة الله. الوصفة الأولى هي لتقوية المناعة وكتليق الإنسان اللي ضربوا البرد، يعني رائعة وزوينة. بسم الله. الوصفة هي لكأس المدافئ، معلق ديال الكركم، معلق ديال القرفة، العسل، الحامض. الأخوات ديالي دابا الأولى نعصروا الحامض، نعصروا الحامض، نصف ليمونة، هذه الأخوات ديالي كتليق لتقوية المناعة وتطلق الإنسان اللي فيه الرواح وفيه البرد. من اللي مرة يدير كأس ويشربه وينعس الإنسان اللي ضربه البرد. ثانيا ندير الكركم، ماء دافئ، كأس، نص ليمونة تعصريها، معلق صغيرة ديال الكركم. معلقة صغيرة ديال القرفة. الأخوات ديالي كنهرسوه بالعسل، ولكن واحد الحاجة غنقولها لكم، ديروه في كأس كبير. هاد المقادير في كأس كبير، يعني أنا درت شوية كأس دافئ، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال العسل، نعصر نص ليمونة. نحركوها مزيان. خواتي نديرو هاد المكونات، كي نجي ندخل الفراش نشربو، راه صحي، تقوي المناعة، ولا فيك البرد شربيه. الماء دافئ في كأس، معلقة صغيرة القرفة، معلقة صغيرة ديال الكركم، معلقة صغيرة ديال العسل الحر، نص حامضة نعصروها، نجيو نعسو في الفراش نشربوها، راه رائعة وزوينة. الأخوات ديالي الوصفة الثانية ديال الركابي، اللي كيضره الركابي عليه بهاد الوصفة. الكرموس يابس، يعني الشريحة كيما بغات تكون، نوع المهم تكونش يابسة. هادي حنا عندنا الكرمة ديال الزيز ديال قدام الدار ديالنا، من يبس يبسناه بحال هاكا، درنا فيه الزعتر ويبسناه، أو شريو الشريحة اللي كتباع والزيت البلدية. فيها جوج وصفات، بغيتو تشدو الزيت وتخويوه هنا وتخليوه مرقد، ما بغيتوش مثال وتبقاو تاخدو كل مرة وحيدة ولا جوج، بغيتو تشدو بحال هكا جويجات أو ثلاثة ولا أربعة بحال هكا، تشديها وتخوي عليها الزيت البلدية، كنرقدوها بحال هكا، نخليوها مرقدة ليلة كاملة، كيشرب داك الشريحة كتشرب داك الزيت البلدية، والصباح حتى تنفطرو على خاطرنا وناكلو هاد الكريمسات، وإن شاء الله إن شاء الله تطلق القبض.
وكتليق للركابي. الا تبعتوا هاد الكرموس والزيت البلديه الركابي ديالكم ما يبقاوش يضركم، والقبض ما يبقاوش يضركم. الاخوات ديالي هادي هي جوج وصفات اللي زوينين صحيين ورائعين وما فيهمش شي حاجه يعني كتضر ولا شي حاجه. الكرموس مع الزيت البلديه يترقد بالليل، والصباح ان شاء الله نبقاو ناكلوه مرقد في الزيت البلديه كيليق للمصران. واللي ضرنها الركابي تبقى تاكلو وتتبعو. الله يشافي جميع الامه الاسلاميه. واللي يبغى يقوي المناعه ديالو يشد كاس كبير ويغلي الماء دافئ، دير معلقه ديال الكركم، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال العسل، ونص حامضه يعصرها فوقها، ومن يدخل الفراش ديالو يشربه، غتقوي له المناعه وان شاء الله والرواح ما يبقاوش فيهم. هادو نصائح زوينه. وكنصحكم اي حاجه تاع هاد البرد تبغوا طيبوا فيها ديروا طيبوا بالزعتر، طيبوا بفليو، طيبوا بالحلبه، بغيتوا ديروا البلبوله، بغيتوا اي حاجه كديروها طيب عاونوا فيها، يعني راه زوينه للصحه. وكنصحكم حاجه اخرى، فليو راه مزيان مع الحليب، الا بغيتوا تهدنوا اللويزه راه مزيانه مع الحليب. هادو كاملين نصائح زوينه. تهدن اللويزه مع الحليب راه مزيانه، فليو مع الحليب راه زوين، الزعتر نقدر نطيبو مع البلبوله. يعني هادو كاملين في هاد البرد نعاونوا راسنا ونعاونوا الصحه ديالنا. خوتي خواتاتي هادو نصائح زوينه وعتفيدكم في الصحه ديالكم، وفيدونا ونفيدوكم بالصحه والراحه. خوتي خواتاتي دعموني بلايك وفعلوا الجرس يوصلكم الجديد. مع السلامه.